بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإخوة الأعزاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير العرب، سادة رؤساء وممثلي الوفود العربية، معالي أصحاب السعادة والسيدات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني مشاركتكم وحضوركم الكريم في بلدكم الثاني مصر، وأرحب بكم في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان السابع، والذي يأتي بالتزامن مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته 39، وأتمنى لكم قضاء وقت طيب ومشاركة فعالة ومثمرة. وأتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الكامل والمستمر لملف الإسكان بجمهورية مصر العربية. معالي أصحاب السعادة والسيدات والسادة، يأتي مؤتمر الإسكان العرب السابع في إطار تعزيزات متزامنة لكافة دول الوطن العربي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتيح المؤتمر مساحة نقاشية لطرح رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي وسبل النهوض بالعمران العربي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم الآن، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية المستدامة التي تحقق أعلى معدلات التنمية وتلبي احتياجات الطلب على السكن الملائم وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع. ويرسي المؤتمر من خلال جلساته العلمية معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن أكثر استدامة وقدرة على المنافسة وتلبية الطلب على السكن الملائم، بما يوفر احتياجات الأجيال الحالية والقادمة والمستقبلية، وتلبية الطلب على الحق في السكن اللائق لكافة الأجيال الحالية والمستقبلية، ويتوافق ذلك مع أهداف مبادرة المدن المستدامة والمرنة التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الموسع ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي يعد أول اجتماع وزاري على الإطلاق حول التحضر وتغير المناخ، حيث شرفنا بحضور أكثر من 60 وزيراً للإسكان والتنمية الحضرية، كما تجاوز عدد رؤساء البلديات وقادة المدن 50 ممثلاً وأكثر من 200 جهة غير حكومية، وذلك من أجل هدف واحد، وهو تحويل المدن لتكون مجتمعات صحية مستدامة وعادلة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات. معالي أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، إن التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية أحد أبرز الآليات التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الاجتماعية المختلفة التي تشمل البنية التحتية العصرية كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، فقد شهدت جمهورية مصر العربية خطة نحو التحول الرقمي لكافة القطاعات بدءاً من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى البرامج والتقنيات التي تضمن لمشروعات التطوير والتنمية العمرانية تقديم أفضل الخدمات بإدارة ذكية ومتطورة لكافة المواطنين. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء مدن الجيل الرابع كمدن مستدامة ذكية تلبي احتياجات المواطنين في كافة النواحي الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية وتوفير بيئة رقمية صديقة ومحفزة للتعلم والإبداع. هذا وبالإضافة إلى التحول التكنولوجي للأجيال المدن الجديدة السابقة. وتعد العاصمة الإدارية الجديدة هي حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، فهي واحدة من أبرز هذه المدن، حيث استهدف المخطط الاستراتيجي القومي لمصر إنشاء مراكز تنموية جديدة
قائمة على الاقتصاد المعرفي، مستخدمة أحدث التطبيقات العالمية والأسس التخطيطية في بناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها بناء مراكز للمال والأعمال بها أطول برج إداري وأفريقي في أفريقيا، ومنطقة حي الحكومات الحي الحكومي تضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السكنية لكافة شرائح المجتمع، الأمر الذي أدى بدوره إلى إتاحة العديد من الفرص استثمارية لكافة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً. وفي إطار تبني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة قومية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، فقد سعت الحكومة المصرية جاهدة لإطلاق مبادرة حياة كريمة، المشروع القومي الذي يستهدف تطوير الريف المصري في كافة جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وخاصة مرافق البنية الأساسية والخدمات، لتحقيق التنمية الشاملة للريف بما يحقق نقلة نوعية في حياة سكانه، كهدف أساسي من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها جمهورية مصر العربية عام 2021. معالي السادة والسيدات الحضور الكرام، نأمل أن تشهد جلساتكم الحوارية للمؤتمر نقاشات ثرية وتبادل للخبرات بين النخبة والمتخصصين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وأن يخرج المؤتمر بتوصيات تمثل رؤية مشتركة للدول العربية نحو تنمية حضرية ذكية ومستدامة قابلة للتطبيق. وفي الختام، اسمحوا لي أصحاب المعالي والسعادة أن أتقدم بالشكر الجزيل لرؤساء وأعضاء الوفود العربية على تلبيتهم دعوة المشاركة في فعاليات المؤتمر، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجموعات العمل التنظيمية والعلمية على المساهمة في إعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر. أكرر تحياتي لكم جميعاً، وأسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمال المؤتمر بالنجاح، وأمتنا العربية أتمنى لها دوام التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.